صباح الخير، يوم جديد بكمل فيه جولتي بكوريا الجنوبية. رح أعرفكم بهذا التقرير على بعض التفاصيل المتعلقة بالثقافة الكورية زي اللباس والأكلات التقليدية. بالمناسبة، أفضل وقت لزيارة كوريا هي بالفترة ما بين شهر أيلول سبتمبر والتشرين الثاني نوفمبر، وهو الوقت اللي أنا كنت فيه. كان الجو ربيعي معتدل وكان أحياناً بارد وماطر، ولكنه مقبول جداً. واحدة من العادات الشهيرة بكوريا واللي بيعملها معظم السياح هي إنك بتروح على المحلات اللي بتأجر الزي التقليدي الكوري المعروف بالهانبوك، وبتقدروا تشوفوا قديش حبيت ألوان وفساتين الهانبوك. وغطست لحد ما اخترت هالفستان. لما بدك تلبسي الهانبوك لازم يكون كل شيء منسجم معه، فحتى الشعر بيعملوا له تسريحة بتناسبه. وصرنا جاهزين. مشينا كم دقيقة وصلنا على قصر جيونغ بوكونغ الملكي، واللي بيعتبر الأكبر والأجمل من بين 5 قصور بتعود لسلالة جوسون الملكية. بني هالقصر في العام 1395، وكان مكان إقامة ملوك جوسون، وتم تتويج معظمهم فيه، وبرضه كان مقر للحكومة. تعرض هالقصر للحرق مرتين إثر الحروب اللي شنت على كوريا، ولكن في كل مرة كان يتم إعادة بنائه وترميمه. فقد القصر وظيفته كقصر ملكي بعد اغتيال الإمبراطورة ميونغ سيونغ وانتهاء سلالة جوسون الملكية، ولكنه أصبح مقصد سياحي تاريخي وصار يضم متحف كوريا الوطني ومتحف الشعب الوطني. حافظ الهانبوك على وجوده في حياة الشعب الكوري على مدار أكثر من 5000 سنة، وتطورت أنماطه وأشكاله حسب ثقافة الحياة وظروف المجتمع. كان الكوريين بيرتدوا الهانبوك باللون الأبيض وبفضلوه على الألوان الأخرى، ومن شدة حبهم للون الأبيض أطلق عليهم لقب أمة الملابس البيضاء، ولكنهم كانوا بيرتدوا الهانبوك بألوان زاهية وتصاميم أنيقة مواكبة للعصر وبحسب المكان الاجتماعي للشخص اللي بيرتدي. هذا اسمه النهر الهان، موجود بالعاصمة سيئول، بقطع العاصمة من النصف. هذا النهر يعتبر عزيز ومميز جداً للشعب الكوري، كوريا الجنوبية بالتحديد، لأنه واكب التطور العمراني، التطور المتقدم التكنولوجي اللي عاشته كوريا الجنوبية ببداية الخمسينات. وطبعاً بيرتادوا كل الناس من حول العالم، سواء السياح وحتى أهل كوريا الجنوبية بيجوا عليه، بيكون ممتلئ تماماً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
So our relationship is very tight among families and friends. Mm-hmm. So we always come out on the weekends or we come out after work mm-hmm. to gather with friends and family mm-hmm. and we share our intimate life and about our life stories. Mm-hmm. And I think that kind of distinguishes Korean between other yeah. people. Yes. Okay. من بين الجولات كان عنا وقفة ببرج لوتي اللي تم بناؤه عام 2016 وهو أطول ناطحة سحاب بكوريا، بيبلغ طوله 555 متر وهو يعتبر الآن خامس أطول مبنى في العالم. تقدر تشوف من خلاله مدينة سول بالكامل. الكيمتشي. الكيمتشي هو طعام كوري تقليدي وأساسي لا تكاد تخلو منه مائدة فقير أو غني، كمقبلات أو طبق يقدم مع الرز. هو أشبه ما يكون بالمخلل بالنسبة لنا. أساس الكيمتشي مادة الملفوف وكثير من الثوم والفلفل الأحمر الحار. أصبح هناك المئات من أنواع الكيمتشي وبأنواع خضروات مختلفة. أدرجت اليونسكو الكيمتشي على قائمة التراث الثقافي غير المادي، هذا بتوقع كان عام 2015. إذن هاي هي الأوعية الحافظة اللي كانوا يخزنوا فيها الكيمتشي، بيحطوها وبتركوها لمدة 5-6 أشهر وبطمروها بالرمل عشان البرد، فهذا النوع من الكيمتشي لما يحطوا عليه الملح ما بيفضلوا إنه يتعرض لبرد، فعشان هيك بتفنوه أو بطمروه جوا التراب وبرجعوا بفتحوه بعد ما يخلص الشتاء بعد 4 أو 5 أشهر. في برضو أنواع تانية خلال فصل الصيف، مثلاً إذا قرروا إنهم بدهم يحضروا الكيمتشي بحطوه بالمي، فهاي برضو هي طريقة تانية. سألتهم إذا لهلأ هم بيعتمدوا هاي الطريقة بتحضير الكيمتشي، قالت لي بهاي الأيام يعني صار قليل بسبب التطور وصار في طرق أخرى لتحضير الكيمتشي، بس بمناطق الأرياف ما زالوا الناس بتبعوا هاي الطريقة. قولوا احنا قاعدين بمختبر طبي، شوي الوضع بيوتر هون. على العموم سمعين صوت الفقاعات هاي، بقول لهم ليش هذا الصوت؟ يمكن هلا كمان شوي رح يبين على هاي الشاشه. بيقولوا لي بدهم يركزوا اكثر على صوت الفقاعات اللي بتصير لما يكونوا عم بيحضروا الكيمتشي، او وهو الكيمتشي مخزن فهو بيطلع هذا الصوت. كل شيء عندهم مدروس، عتذكر